شكي فيكم ما يكفوش اي اعتذار. عشرتي ليكم كانت لازم ما تخلينيش اشك لحظه واحده في انكم اطهر الناس، لكن هقول ايه؟ سامحوني، ساعات الحب بيعمي، وانا من كتر حبي ليكم كنت عاميه. انا زعلانه من نفسي قوي اني صدقت كل اللي اتقال عليكم، لكن معلش انا خلاص فقت وفتحت، وحياة غلاوتكم عندي وحياة سيرتكم الطاهرة انتوا الاتنين، لا يكون اعتذاري لكم عملي مش بالكلام وبس. وحياة غلاوتكم وسيرتكم الطاهرة يا أغلى وأعز الناس، لدفع كل اللي عمل فيا وفيكم كده التمن غالي. لازم أرد اعتباركم قدام الكل وخلي الدنيا كلها تحلف بسيرة عامر الديب وطريق الرفاعي، وإلا ما استاهلش أبقى بنتك ولا استاهل أبقى مرات بطل. ارتاحوا يا أعز الناس، ناموا وانتم مطمنين إن نورهان عامر الديب هترد اعتباركم. لازم أكشف كل خسيس حتى لو ده هيكون على حساب عمري كله، حتى لو هيكون آخر حاجة هعملها في حياتي. صباح الخير يا شمعان. صباح النور يا هاني. جاهزين نتحرك؟ احنا دايما جاهزين يا هاني وتحت امر سيادتك. على المجموعه يا هاني؟ لا لا لا، انا صاحيه رايقه، عايزه ازور اللي اسمها ميسه درتي، حابه العبها شويتين، ولا انت ايه رايك؟ مفيش راي بعد رايك يا هاني. اتفضلي. ميرسي.